السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا طالة عمركم حريس اليوم بيخدم لكم خدمة فنانة وايد بتعيبكم، اللي هي حشوة السمبوسة. حشوة السمبوسة المميزة مالتنا، نحن نسوي حشوة سمبوسة غير نمونة. اشتغل انت، هذا فلفل احمر مجروش والورق مال ورق الغار، ورق شو اسمه هذا، كريبتة، ورق الغار، وهذا البصل. هذه هذا كله اللي تشوف لل حشوه السمبوسه. نحن اليوم طالت عماركم ابتدينا لكم بالمكونات والطريقه سيده مع بعض. اول شيء الدهن من تحط، حط عليها الكاري ليفز اللي هو الكريبتة والفلفل المبروش الحمر، من تبق ريحته عقوا عليه البصل وازموا يجولبون بهالطريقه مع الزيت لين هذا منه. المكونات خبرناكم شو اللي موجود الحين، هذا كزبره، بقدونس، عدس، هذه يسمونه العدس، هل مال الماش، هب ماش على هواكم عاد، انتم بغيتوا تحطون نخيل مفلق ولا تحطون من العدس البني ولا العدس الاصفر على هواكم، لكن هذا هو الرئيسي. اللحم 2 كيلو، كركم، شو هذا؟ تيكا مسالة، بهارات مشكله، جرفه شويونه، ملح، صنوبر، فلفل اسود، كمون، فلفل مبروش خضر، ثوم، هذا ثوم، هذا كزبره بودر. الحين هذاك يتريون هالنمونه. الحين السيد عقوا عليه طالت عماركم الصنوبر، لازم الصنوبر ياخذ له شويه تشلويطه في الضوء، لا بد ولا عذر، والضوء قاصر ما يكثرون هالضوء، ولازم اليد تلعب، ها هيلا بيس. من يدبل طالت عماركم ما يقارب 50% من البصل، وتلقطون البصل داخلت ويا ريحة الصنوبر. الحين يحطون الثوم، سيدي ينحط الثوم ويجولب بعد نفس الشيء. هذا كله بهالطريقة، لازم بالترتيب، ما تقدر تحط انت عباس على دباس تترية نكهة وطعم فنان، مستحيل. وعقب الثوم يحطوا اليابس، الفلفل الاسود والكركمه، وهذا شو اخر شيء، هذا الكمون، هذا الكسبره بودر، بهارات مشكله، تكه مساله، جرف نعيمه، اقل شيء الجرف النعيمه، الناس تحب الكثره، انا ما دانيها وايد في الاكل، شيء بسيط. وهذا شوف فلفل اخضر، تلاحظ لين، يلا يا الريحه، يلا ايه هذا هو. الحين اللحم منظف ومشخول، منظف معدل، عطوه حد يحط دياي وحد يحط لحم. نحن ابوي مداني سمبوسه اللحم بهالطريقه. الحين الملح، بس من الملح، لا تكود انت مالح، ترى السمبوسه ما فينا عن الملح زياده. ايوه، حد حطوا اللحم المفروم منظف ومعدل، خلطون ويا المكونات، لازم تزج مزاج، يمزج مزاج، يخلطونه زين ما زين. وعقب عاده الحين اول شيء شغله متعبه، لكن بعد دقيقتين ثلاث يهون الامر. نحن نحب السمبوسه، يوم سمبوسه لحم لازم يكون فيها لحم، ما بالله اسم سمبوسة لحم والبادي كله خضرة، لا سمبوسة لحم، ترى اسمها سمبوسة لحم، يعني كيف يعني؟ الاسم شايع والبطن يايع، ما يصير سمبوسة اللحم، يعني 99% مكونات كلها تكون لحم. الحين هي وقت الورقيات اللي هو الكزبرة والبقدونس، كميات كبيرة ما يحطون شيء بسيط. تلاحظوا الماش او العدس هذا البني، هذا اخر شيء. حين ليتوا تروحون الريح اللي اروحها، هاي حشوه طالت عماركم السمبوسه اللي باللحم، فلذلك هذه ريحتها فنانه الى ابعد الحدود. والعدس هذا خياري، الماش هذا ان كان الماش او العدس البني او اي شيء، هذا خياري، انا منبوني يعيبني العدس شويه نحط في اللحم، شيء بسيط. ما يقارب 20 دقيقة وهو جولب اللحم
بالبصل والمكونات إلى أن أصبحت بهالشكل، ما فيها ولا نقطة شيء سائل أبدا. شوي تحت، شيل تحت، ما في أي شيء سائل. شو يلا كلها جافة. أطلع ما فيها أي شيء سائل، حافة بس الحين جاهزة. سيدة الحين طالت عمركم يحطون عليها العدس، نحن هذا خياري، الناس اللي من غير ما يحطون هذا ابتكاري أنا. ساعة العدس هذا ساعة نحط الماش، أنا أفضل الماش أكثر عن هذا، يتسوى 50% أو 70% ناضي، بس الحين تتسكر عنها الضوء وتاز تريونها لين تبرد، من تبرد ينشون ويحشون فيها، يحطون الحشوة داخل السمبوسة. علينا وعليكم بالعافية. ثانك يو حفيظ، ثانك يو يا حفيظ. شوف مني شويه.